والجزية هي جزاء حمايتهم وجزاء عيشهم آمنين في بلاد الإسلام، مثل ما أن المسلمين يدفعون الزكاة هم يدفعون الجزية مقابل حمايتهم مقابل عيشهم في بلاد الإسلام. ولا تؤخذ الجزية إلا من الرجال الأقوياء الذين يجدون عملا، لا تؤخذ من كبير في السن شايب، ولا من امرأة، ولا من طفل، ولا من عبد، ولا من راهب، ولا من مريض، أبدا. تؤخذ الجزية من الرجال الأقوياء اللي يشتغلون، نخليكم تشتغلون تدفعون مقابل بقائكم في بلاد الإسلام وتعيشون يعني بأمن وأمان مع المسلمين، ما في عندنا أي مشكلة، لكن تدفعون مقابل هذا جزية. والجزية يقدرها ولي الأمر حسب البلد وحسب الوقت. وعلى كل حال هي يعني ليست كثيرة، وهي يعني غير محددة برقم معين، لكن شيء مقابل حمايتهم.